السلام عليكم، شكرا، وش اخباركم؟ معكم حسين الاغلالي من قناه حسين سكاي، واليوم راح نلعب ماينكرافت. طبعا اليوم راح نسوي شفرات سريه لا يعرفها احد. بس اول شيء نبدي بالاساسيات، مثلا كيف تجيب بلوك، بالاوامر كيف تسوي وكل شيء. سنبدي من اول امر، الامر هو كيف تعطي صاحبك او الك اي شيء تريده. تكتب جيف، لين تخلي فاصله عندك هنا. اذا تسوي ات اي، يعني كل البلاير، كل اصحابك راح يحصلون هذا الشيء. اذا تخليها على ات اي، كل الانتيتي او كل المخلوقات، حرفيا كل المخلوقات. اذا بي بس الك، اذا ار راندوم بلاير ما اعرف صراحه ار، اذا اس هم بس الك، خذها تكتب اسمك، خذ اسمك. احنا راح نسوي ات اي مثلا، ها بكيف كتب على الشطر تطي اريا. طبعا هاي مو بلوك، هاي اريا، يعني هاي مو بلوك، هاي فراغ يعني معناته. اذا تريد كوماند بلوك خذ تكتب كوماند بلوك، وبعدين ورا ما تكتب كوماند بلوك ايش قد تريد تطي. تطي واحد، خمسة، خل نكتب خمسة، خلي فاصلة بعدين ترسل. شو سوى؟ طاني خمسة كوماند بلوك، بلوك يعني اخوك وياك هم راح يطي خمسة. بعد بكيفك، اذا كل شيء ما تكتب راح اعطيكم واحد اوريدي. فاذا نريد نغير مثلا، هم نكتب الدر غير شفره. اذا تريد ترسم المخلوق تكتب اس او ام ام، مهم شباب، هاي اكتبها اوريدي، انتم بعد اقروها ما يحتاج. تريد ترسم اي حيوان تريد، مثلا تريد ترسم بعد بكيفك انت اي 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 مخلوق، اي مخلوق حرفيا اي مخلوق او اي شيء، مو شرط اي مخلوق. مثلا هسه تقدر ترسم سهم ا وانها ا رو، هاي سهم. تريد وين تريد رسمين؟ تريد رسمين بالاحداثيات مثل واحد واحد واحد. لو تريد اذا تسوي هيك شيء، لا تسوي دوس هاي الجنة حية، خربطت شوية ادري شو. لا تريد تسوي حية، تريد احداثيات حية خليها ثلاث مرات، هاي رسمة. تريد تسمي هذا اسم بعد كيفك، او ما تريد تسمي اي شيء. شو شباب راح تخليها، راح رسمين راسا، راح تاخذ بيدك، راح ياخذ اللاعب. اذا بعد هاي بكيفك راح ننتقل للشفرة اللي وراها. اذا تريد ترسم بعدها بكيفك، هاي السومو، انا اسميها سومو، سوري شباب، سومون. بعدها بكيفك انت تريد ترسم الرسمن. ننتقل للشفرة اللي وراها واللي هي هاي شفرة صراحة انا احبها، اني افكت فكت، هاي احبها صراحة. تريد المن تطيح، تريد تطيح لكل البلاير، لكل المخلوقات. بعدها بكيفك، انا راح اعطيها لكل المخلوقات، وراح تخلي هنا البوشن اللي تريد. يعني تريد مثلا سبيد، ايش قد تريد طول البوشن، ايش قد تريد اطول، 10 ثواني. بعد بكيفك، هاي يمك، انا راح اخليه كلش طول هواي. طبعا ميصير تخلي اكثر من ما من 9 ملايين ما اعرف ايش قد. زين، ايش قد تريد قوته؟ تريد قوته سبيد 1، سبيد 2، اقوى شيء ممكن تخلي 255، هاي اقوى شيء. لهنا تخلص الشفرة، هاي ترو فولس، بعد انا ما اعرف بيها. من تضغط راح تطيك سبيد خارقة وكل المخلوقات. شوفوا شباب هذا ال شو اسمه خروف، شوف اذا مشي هسه، شوفوا اذا ضربته، شفتوا وين راح بيها سرعة؟ شوفوا حتى انا هيك صار عندي، شوف صار شباب سرعتي كلش اسطورية، وكذلك كل المخلوقات. بعد شوفوا شلون قاعد يفتر الخروف، شوفوا قاعد يفتر بدائرة، ون ون ون، عنده هنا ماراثون، عندنا مال سباق خرفان. فننتقل اذا تريد توخر، اي تريد توخر اخو اشرب حليب، هاي الشغله مبينه اوريدي، يعني ما يحتاج يعني نشرب حليب لانه صراحه مزعج هاي الشغله. سبيد بهاي القوه، طبعا هذا قوه سبيد، من تقدر تطي اكثر، لان من تطي اكثر شوف شوف راح اقول لك، راح اقول لك شوف شوف هاي كميه المخلوقات، هاي كل المخلوقات اللي طاها. شوفوا تو بيج فور هيل، قد طال بيج للشيب، للسلايم، للهورس، للشيب الى اخره، يعني حتى اليهم. هذه اسمي، ما لكم علاقه بنا، ما لكم لخبط اسماني. فهاي كيفك، بعد اي بوشن تريد عندك، بوشن عندك. الشفره اللي وراها هي شفره البناء، فيل شفره الملء، هي فيل يعني ملء البناء، هاي يعني صح لها. تريد تبني سوري شباب ساعتي خربط، وين تريد تبني؟ اريد بداخلي الى مثلا انت شو خلنا نضبط الموضوع. خلا اولا نعلق الاحداثيات عند اللاعب. شلون تعلق الاحداثيات؟ تفتح السيتنج، يلا عاد قاعد نصور، بعدين تروح على الفيديو، اقصر صار شباب مع الفيديو على الجيم، هو لازم ادخل، بعدين تنزل على هذه. شوفوا شباب
شو كورد الى اخره. فهي هذه شو شباب حطيكم الاحداثيات هاي فوق. احنا شنو راح نروح احداثيات صفر. لا مو من هنا طبعا ملقلق اعتقد بسبب الحيوانات اللي طيتهم البوشن هذا. فراح نخلي شوفوا شباب راح نخلي هاي احداثيات صفر صفر اربعة صفر يعني ارتفاعنا اربعة. هاي بالنص ارتفاع وهاي يمنى ويسرى وهاي امام ورا. احنا لازم هيك ندير وجه هنا. شوفوا شباب احنا واقفين صفر صفر. اذا نمشي خطوه راح تزيد هاي واحد، اذا نرجع اذا يمين هاي هم راح تزيد واحد وهكذا. وصلت الفكره. فيقول لك هنا تريد تبني، اقول له اريد تبني لي من، نقول اول مره نكتب له الشفرين، اريد تبني لي من صفر اربعة صفر الى عشرة صفر قصدي اربعة عشرة. يعني احنا بنينا من الاساس نخلي اللي نريده، نريد اريا يعني فراغ تريد تمسح هذا الشيء لو تريد تخلي شغل. راح نقول له احنا مثلا على سبيل ريد ستون سوري ديستون بلوك، مثلا تريد تبني ديستون بلوك راح تدوس شوف اوكي شباب مثل ما شفتوا بنانا من وين؟ من صفر اربعة الى لوين؟ مثل ما قلنا له الى عشرة اربعة. اذا تريد مثلا تبني تي ان تي سمو شرط الدستان، انا هيك الدستان مثلا تريد تفتح الكماندات الاوامر تقول فيل، نقول من صفر 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 خلينا نبني من لا مو صفر اي صفر صفر الى مثلا خمسين سوري خربطت عاد الشفرة ما تلخ يا الله. فيل من صفر 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 الى خمسين 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 ايش نقول له تي ان تي بس لما راح نقول له هيجي. اوه طبعا اكو شغلة غبية بالموبايل انه ما تقدر تبني اكثر من 32000، هذا رقم المكتوب 32000 وش اسمه و768. فهاي شغلة غبية صراحة، يعني ما نقدر نبني هذا العدد من تي ان تي فلازم اقل. فراح نقول له 30 10 30 فرضا تي ان تي نبني. شو القصة يا معود؟ بنانا اي بنانا. شوف شباب يصير طبعا اكثر بس انا بنيت هاي على مود لا اقول لي مرتي الاخرى تعجز ابني. شوف شباب كمية هائلة من التي ان تي. هسه خلنا عليك على السريع. هاي بالنسبة لهاي شفرة البناء، يعني صراحة انا احب هاي الشفرة حيت تقدر تسوي تقدر تبنيها دايموند، يعني عادي بلوك دايموند بلوك دايموند عادي يعني ماكو مشكلة. نعلقها قول يا الله انفجار الخرافي. او ماي جاد تي ان تي كله وقع جوا عالم النقر. قلت له من صفر 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 يعني من البيت روك الى اول يوم. قلنا شوف شباب تطشر التي ان تي بشكل مو طبيعي. طبعا اعتقد هذا يعتبر كائن حي هذا التي ان تي قاعد يتحرك. فاذا سوينا له كل ايش يقول لي كل التي ان تي تي ان تي مات سلاش كيل سلاش اي ات اي. اذا قلنا له هسه اي يعني ان شاء الله شافنا. خلينا نشوف هل راح يموت هذا التي ان تي لو لا. شوفوا شباب مات. يقول لك تي بلوك اوف تي ان تي، يقول لك بلوك اوف تي ان تي مات. تخيلوا شباب يعني تي ان تي هذا المتحكم. او ماي جاد لك. شوف شباب هذا ما هذا 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 ما اختفى لانه جامد، يعتبر بلوك كما يعتبر كائن حي. بس هذاك اللي يريد ينفجر هذاك يعتبر كائن حي ويموت وتعطي شغلات هاي، بس ما تقدر تعطي شغلات مع الاسف يعني لانه ما يقدر لك مش يقول لك ما يصير تعطي. شوف او ماي جاد خلني انفجرها. اقول لك خلنا كتلها ظلت على هذا. اقول لك لا سينفجر بعد ظلت عليه. او ماي جاد لاق مو طبيعي لاق مو طبيعي. او ماي جاد يا ابو وطني مريض. شوفوا شباب الانفجارات سنصي وقع. اخ 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 اخ, أخ, أخ. يلا عاد خلص. على كل ننتقل للشفرة اللي بعدها بس حالة ما يخلص الانفجارات المو طبيعية هاي. اوكي يلا عاد سفد مرة يخلص فجأة. يلا عاد هذا الانفجار كله ما خلص.
اوكي شباب، بعد التفكير راح اسوي لك يلا. ايه يمكن خلص هو. اي والله خلص. شوف ايش قد كتبت. هذا طبعا هيك لا، شوف شو كمية تنتي. هاي تنتي يعني كان حي. واو يا الله علاك، شنو القصة؟ وقفت اللعبة اصلا، اللعبة نفسها وقفت. شوف شباب الاسامة مثل ما سويت، لان شفت ايش صار. طبعا حتى ال او ماي جاد علاك، عندك هاي الشفرة، عندك شفرة التيبي. تقول شنو تيبي؟ نعرفها التيبي تشغلت. الله اكبر الله اكبر، يعني ابتليت لو دست على هاي شفرة التيبي. هاي تعرفوها سلاش تي بي، تنقل انت وين تريد. تريد تنقل تكتب الاحداثيات، تريد ات اي كل البلاير، لو تريد كل المخلوقات مثلا تكتب ات اي مو ات اي، مثلا تنقلهم الك. سوري الو يلا معود. ايه هذي اها. بعد شنو تنقلهم؟ شوف شباب كل المخلوقات انتقلت لي، حتى ال شو اسمهن ال الايتمات. هاي حتى الايتمات تعتبر كائن حي وتنتقل. يا عمي لهذا في المره جانا هاي الشغلات كلهن. بس تقول شنو شنو المميز بها؟ بس عندك اذا خليت كماند بلاك وذا قلت له، اذا كتبت مثل ما انا راح اكتبه هسه سلاش تي بي ات اي، قلت شنو هاي سويت انت؟ اذا فتحت هذا القوس وكتبت له تايبي وقلت له يساوي وقلت له اندر دراغون، بعدين سديت القوس وقلت له ارتنقل لي الى 1 10 1، ايش راح يصير؟ وتقول له 24 ساعة شغال، ونخلي له ليفل ما ليفر، لانه ما اريد ارد اطفي انا بكيفي وارد اعلق بكيفي. فاذا خلينا له هسه ليفر، من راح نعلق شو راح اقول لنا؟ حقول لنا ماكو حاليا تنين عام ودا نقول لك ياه. فايش راح اسوي له؟ راح ارسم له تي ان تي هسه اندر دراجون تنين. يلا عاد ملكلك اخيرا بعد 100 عام. قل له سامون اندر دراجون جيبه. شوفوا شباب هذا اسم راح نخليه. هاي ولي ولي الله يس. شوفوا شباب التنين ما يقدر يتحرك منه انا، ليش؟ لانه انا قلت له انقل التنين الى هنا، فشنو الكماند راح ينقل لي اياه، بعدين ينقل لي وينقل لي وينقل لي، يظل كامش هنا انا للابد. بس حاليا انا بلقلق ما اعرف ليش. ان شاء الله الرندر صاعد على مدى نزله ويفكني كل هذا اللاج. 13 هذا حكي هسه عادي معود، ولو بعدني بلقلق. شوف شباب من راح اطفيه راح ينطفي اوريدي. سويته بنفسجي على مود، على مود شو اسمه، على مود من اضغط الليفر يظل شغال. هسه اذا طفيته شوف شباب، اذا طفيته ها معود فشلتنا يا معود. شنو انا فشلتنا حبي؟ اوقف شباب انا الظاهر ملقلق. اي شوف شباب ملقلق هسه فكني اللاج. شوف شباب تحرك. لا والله ما تحرك. هذا شنو التنين الملقلق؟ وات المفروض يتحرك هسه. والله خلينا نشوف. اخاف بعد ما قلتك هسه كمشت التنين هسه هديته المفروض هسه يتحرك. بس الظاهر التنين زربه معلق. ما علينا من عنده، راح ارسم من واحد لاخ مو مشكله. المهم يعني بهاي الطريقه تقدر تكمش لك اي مخلوق، مثلا عسى هسه ما ادري اقوى مخلوق بماينكرافت. خل رسبن اندر دراجون. شوف شباب هذا طار مثل الاوادم. ها خلنا نكمشهم. شوف شباب نكمشوا اثنينهم. خلنا نسويها الصبح. الله ايه تايم داي. الله هذا الحكي من راح نطفيها. او ماي جاد من راح نطفيها راح يتحرك هذا. هذا مقلتش الاخ. شوفوا شباب يتحرك. اذا دسنا شنو راح يكمش لك اياه؟ كمش هذا الاخ مالكم منه مقلتش هذاك. المهم شباب لهنا صنعت مقطع، اتمنى استمتعتوا. اذا شفت نجاح بهاي السلسله راح اجيب لكم شفرات ماينكرافتيه اسطوريه. انا الاجانب هوايه اتابع الاجانب ويسوون شفرات مو طبيعيه صراحه واسطوريه، يعني حتى انا ما اعرف اكود اتعلمها واجيب لكم اياها. وعندي شفرات هسه مو طبيعيه. فلهنا صنعت مقطع، اتمنى استمتعتوا. واذا استمتعتوا خلي لايك واشترك بالقناه اذا كنت ما مشترك، فعل زر الجرس وبس. مع السلامه.